السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحتكم لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا على خير وبخير. اليوم المشاهدين غادي ندير معكم الروستو ديال النسال. نتوما النسال ديالي كيفاش داير؟ نجيب الموس غادي نتقبو هكا مزيان، وغادي نشد التومة. عندي هنايا ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم، وغادي ندخلهم لداخل في هادوك تقابيد الموس اللي أنا درت. وغادي نديرو ونجرع، هنايا عندي بصلة نفرقها هي على أربعة هكا، ندير طريس ديال التومة، ندي وريقة ديال سيدنا موسى، وعندي اليازير، ندير شوية السودانية، غندير معلقة ديال الإبزار، هاد البزار نتوما عارفينو كيبغي يطيب، غير ردو يطيب، وعاد غنمشي نقديش غالي. معلقة د البزار، ندير معلقة د الملحة، وغادي ندير جوج ديال البطاطات فهاد المسال. غندير هاد جوج بطاطات حيت هاد لاصوص هادي بها غادي ندير لاصوص روزا اللي هي د الورد، تيقولو لها لاصوص د الورد. دابا غادي ندير جوج كرتان ديال الماء ونشوف واش يكفيني ولا لا، لأن نتوما عارفينو كياخد طياب. أربعة ونص ديال الكيسان ديال الماء بهذا كبير الكاس، لأن خاص الماء يكون على الأقل هكايا، يعني نتساوي مع اللحم مع النسال. نسد عليه الكوكوط وغنخليه يطيب، وغنمشي نقديش غالي وكلشي، من بعد عاد نجينو نسميتو نقطعو معاكم ونديرو لاصوص ان شاء الله. ثم المشاهدين هو طاب، يعني ما بقاش هكذا، غادي نقطعو هكذا طرونش كامل كيف كتشوفوا انتما. وغادي نبقى غادا هكايا تقطع كلو خصو يتقطع هكايا طرونش، نتوما تقطع هكا طرونش، نجرب هاد الموس.
هما كيفاش كنقطعو طرونش كلو هكايا. شنو رايدا تلتاش من ريحة اللحم وقتها ليا الغدا. ايوا جات تطلع عليا شنو كندير. هي خاصها تغدى. انا قطعته دابا غنخليه يبرد شويه وغادي نرجع معكم. ثم المشاهدين ديك لاصوص اللي طاب فيها اللي درتها هنايا نجيب كاتشاب والمايونيز هاد الفرصة اللي ندي نقاتش المشاهد. هانتوما غادي ندير المعلقة الأولى الثانية نتوما لاصوص ديالي وجدات. علاش كيقولوا لها لاصوص روزا؟ مع ديك لاصوص وهذه كتولي روزا. داكشي علاش كيقولوا لها الطاليان لاصوص روزا. المهم ما نقولكمش كتجي واحد المذاق روعه روعه. نذوق لها واش كلشي هو هذاك. روعة المشاهدين. الشكل ديالها كتجي روعة روعة روعة. نتوما غادي نديرها في هاد السليفة هكا نتوما المشاهدين. وصلت للنهاية. الطبق ديالي هو هذا كيف كتشوفو كيجي روعة هكا كيتكل بهاد لاصوص روزا. نبداو نديرو هكدا فوق منو هاد لاصوص كيجي فيها الريحة ديال ورق سيدنا موسى ديال اليازير كيجي فيها روعة. ملي كتزيدي لها لا مايونيز والكاتشب كتعطي واحد المذاق اللي هو ما نقولكمش عليه كيجي واعر وروعه. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وجربوا بهذه الطريقه مسال راه كيجي روعه. ما تولي عندكم عاده ما تقدروش تخلاو عليها. وكنقدم الطبق ديالي هكذايا وكيمكن لكم ديروا حتى للضيوف لان يعني الايطاليين كيديروه في راس العام تيديروه في الحفلات ديالهم داكشي كيديروه بهذه الطريقه كيجي واعر. وهما كيرقدوه في هاد لاصوص تقريبا يومين وعاد تيبداو ياكلوه باش كيشرب داك المذاق ديالو داكشي كيجي واعر. انا درتو هكايا كيجي حسن لان ما نحتاجش نخليه يومين ثلاث ايام اصلا طايب في القوام ديالو كيجي روعه. هما كيوجدوه على تيساع الحفلات وداكشي تلقايهم دايرينهم كبارين كيستفو في الطباس الكبار ندوب ديال إينوكس وكيقدموه للحفلات ديالهم. يعني كيجي روعة روعة. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. دعمونا بالجيم والاشتراك في القناة ومرحبا بالناس اللي دخلوا عندي. وكنشكر الناس ديال مراكش كنشكرهم بزاف. وهذا هو الشكل ديالو. وعندي داك الحيمات اللي بقاو نتوما عارفين عنده واحد الجهة فيها الحيمات رطب خليتهم بلاصوص ديالهم هكا. غندير لهم الكامون
والحار ونخليهم هكا، لان كلهم بلا يعني غير هكا كاينين بالحار والكمون كيجيو زوينين بحال اللي كتاكليه في الزنقه، كيجي روعه. كنتمنى يعجبكم، دعمونا بالجيم واشتراك بالقناه، وشكرا والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.